السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي الحلوين، النهاردة تكملة للتنت، بس إن شاء الله التنت هيبقى تنت للجسم المرة دي، مش تنت للشفايف والخدود. على فكرة ممكن تحطوه برضو في خدودكم بس ما تنزلوش في الشمس. يعني هنحتاج إن شاء الله النهاردة فازلين، أي نوع فازلين عندك، مش لازم ده يعني، ماشي؟ ده فازلين للجسم، انا كنت جايباه وعجبني جدا لان هو بصراحه بيرطب البشره جدا. انت لو حابه تعملي حبيبتي فازلين، تجيبيه مثلا من الصيدليه ولا حاجه، ممكن تجيبي فازلين من الصيدليه بس تخففيه شويه مثلا بزيت اللوز او اي حاجه، او ممكن تجيبي كريم سوفت، اي كريم سوفت للجسم او اي كريم سوفت للوش. يعني مش هيبقى عندك اي مشكله في اي حاجه، اللي عنده الحاجه كل حاجه ممكن تنفع. ممكن نجيب مثلا كريم سوفت اللي هو بتاع الوش اللي هو الخفيف ده، ممكن نعمل بيه برضه. انا المهم ان ما يكونش حاجه متكتله، ما تبقاش حاجه تقيله، فاهمه؟ هنحتاج طبعا الفازلين ده ان شاء الله، وهنحتاج لون برضه، اللون بتاع الطعام اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع التنت بتاع اللي عملته من الحلقه اللي فاتت، تنت برضه الالوان الطعام، تنت برضه عايزه لون، اي لون فاتح عايزه بتجيبيه هاتيه، بس المهم ما يكونش الوان غامقه عشان ده هيبقى للجسم. دلوقتي ده التنت اللي انا برضه استعملته للخلطه اللي فاتت بتاعه الوش، الخدود والشفايف وكده، بس ده بقى تنت للجسم، محتاج بقى الايه الالوان الفاتحه. ده برضو اللون البينك هنحطه برضو على الفازلين. محتاجه طبعا اعمل احط في اي طبق او اي حاجه تعملي فيها الخلطه، وبعد كده تحطيه في اي كونتينر او في اي بطرمان عندك موجود او في اي علبه، اي حاجه، مش عايزه يبقى قدامك اي مشكله في اي حاجه، كل حاجه ممكن تنفع، كل حاجه عندك ممكن تنفع، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. اوكي ماشي، هنحط دلوقتي حبة فازلين كده، انت مش عايز تنزل ليه؟ مثلا حطينا حبة كده زي ما انت شايفة، شايفة اهو، ونجيب الوان الطعام. محدش يا جماعة يجيب العكر الفاسي او اللي هي الباودر اللي هي بتاع الدم الغزال دي، ما انصحش بيها، مش هتعجبكم خالص، بتقلب لون وحش جدا، بتقلب لون احمر كده مش حلو خالص، وبتقلب على برتقاني، فما بيعجبنيش بصراحة اللون ده. عندك اي حاجة ممكن نقلب بيها؟ اهي حاجة بسيطة جدا 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 وموجودة في اي بيت، ما تأذميش نفسك، اهم شيء انت ما تأذميش نفسك في حاجة، الحاجة الموجودة عندك كلها هتنفع. اوكي ادي اللون زي ما قلت لكم، طبعا ده هيبقى كليني. التاني اللي هو التنت اللي احنا عملناه بتاع الخدود والشفايف، طبعا ده مائي، ده كريمي، ممكن على فكره تحطيه شفايفك ووشك عادي بس ما تنزليش بالشمس. اهو قلبته طبعا حلو اهو. عايزه تزودي زودي، بس ما انصحش انك تزودي اللون لانه ده للجسم، فهيبقى اوفر، هيبقى احمر اوفر قوي، انا مش عايزه كده، انا عايزه اللون الروز الطبيعي العادي. ممكن نحط كده حته نجرب. بصوا طبعا الجسم هيتشربه، غير اللي انا بعملها دي، طبعا الجسم هيبقى متشربها. خليها كده في حته مسافه كبيره اهي، شايفين هيبقى لون الجسم كده. طبعا طبعا ده للستات، لبنات عندك مناسبه، عندك فرح، عندك حاجه لابسه فستان كب، لابسه حاجه عيانه، لابسه حاجه قط، ممكن تحطيها على الكتاف، ممكن تحطيها على الصدر، ممكن تحطيه في اي حته. بصي اللون عامل ازاي، طبعا ده غير التنت، التنت بيبقى باين اكتر. بصي ده بيبقى عامل ازاي، بيبقى لونه يعني لونه بيدي، يعني بيدي كده حاجه تحفه، يعني اللي بيشوفك بيقول الجلد نفسه بيدي للجلد اصلا نضاره، وبيدي لون بينك، لون الروز، اللون الحلو اللي احنا عارفينه ده، ده للجسم. طبعا لاي ست طبعا في البيت بعد الشاور او عايزه تلبسي اي حاجه بتحطها، بيبقى شكله جميل جدا. انت دلوقتي عملناه طبعا في طبق، عملناه في اي كونتينر، بعد كده ممكن بقى ايه تحطيه في بطرمان زي كده او في اي علبه عندك، اي علبه عندك، اي علبه، نضفيها بس كويس، حطي فيها زبرت ولا اي حاجه، المهم تطهريها يعني، وتحطي فيها تخليها عندك، هيبقى تحفه تحفه تحفه، وهتشوفوه وهتقولوا. وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، واكون الخلطه بتاعت النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه على خير باذن الله. مع السلامه.